ما الذي يزعجك من شخص يشاركك في سيارة أجرة؟ كثرة الكلام. الثرثرة كثرة الكلام. خلينا نشوف. صح. ثرثرة. توهو. التدخين. 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 صح. وهو أقوى احتمال. وهذا المفروض أنه الإنسان لما يركب سيارة وخاصة سيارة عامة مو خصوصية ما يدخن. قرري أخت تيسير مع من ذي؟ ويانا. وياكم. يلا أخت تيسير ويلا أخت فدك. وإذا نجي 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 على الأخت هديل. أخت هديل، ما الذي يزعجك من شخص يشاركك في سيارة أجرة؟ ويا أطفال المزعجين. أويلي. معه أطفال مزعجين. ما أعرف يعني. خلينا نقول خطأ. ليش؟ لأنه إحنا نقول من هذا الشخص. شوف، ما الذي يزعجك من شخص يشاركك؟ يعني مو من أولاده أو غرابه. هو إيش يسوي؟ ثرثار، يدخن سجاير. أوكي، هذا خطأ أول. وأستاذ سمير، شلون نقول مظهره، ريحته؟ ما أعرف أنا. حددوا جواب نهائي، أريد من عندك. مظهره. مظهره. من مظهره. مظهره مقرف جزء بيها يعني. ما أعرف. صح صح. عدم النظافة يعني هو المظهر. صح، عدم النظافة. ونصير يعني مرات كو يطلع كرزات الكرز أو طلع أصوات يعني بحلقة. إذن شوية تقلق يعني. كرز. كرز يطلع أصوات مثلاً حلقة. أصوات يكرز. مكسرات. فيطلع أصوات من حلقة. لوجي لوجي. ما أعرف، خلي أشوف لربما موجود أو ما أعرف. خلي أشوف موجود. خطأ، ما موجود. هذا الخطأ الثاني من حقكم أن تفكرون. طبعاً هواية وتفاصيل حقيقة. يعني هي السيارة الأجرة الكبيرة، مو كبيرة جداً يعني، بيها 10 أشخاص 8 أشخاص بيها تصير هاي الحوادث. بس قليل، لأنه الناس بدأت تعي هاي المسألة. واحد يكرس حابي عن جوز من جول لجول، بس يترثر لا. ريحته لربما ما طيبة، مظهرة هاي. وتيسير شو تقولين؟ تحدث للهاتف. التحدث. أي التحدث بالهاتف أكيد يعني. أكو يطولون مكالمات هواية هما بالسيارة. التحدث بالهاتف بالموبايل.